السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. انا اعتذر لاخواننا المشاهدين بانه وقت البرنامج متعارف عليه كل سبت الساعه 9 مساء، ولكن في رمضان المبارك اصبح كل سبت الساعه 4 عصرا فقط في فتره شهر رمضان. ومثل ما نعود نكمل الحلقات ما بعد شهر رمضان، ما بعد العيد، على نفس التوقيت في الساعة 6 مساء كل سبت. تقبل الله صيامكم وأعمالكم في هذا الشهر الفضيل، ودمتم بألف ألف خير إن شاء الله لنا ولكم أحبتنا جمهورنا العزيز. بكل تأكيد إن كان في رمضان أو في ما غير أيام رمضان، المواطن له الحق على الحكومة بكل تفاصيلها، بكل وزاراتها، لا سيما الصحة. كون هاي الوزارة لها تماس مباشر بحياة الناس. ممكن وزارة العمل تأخر الراتب، الإعانة العفو، أو ما وجد العمل، أو وزارة الداخلية شكوى مقدمة في مركز شرطة تتأخر، أو يحال إلى قاضي، أو جواز ما يطلع، جنسية ما تطلع، بطاقة ما تطلع. هذا كلها ممكن تحل، ممكن زمن معين امتداد، لكن الصحة ما ممكن أن أشخص حالة مريض وأنطي عكس العلاج الحقيقي للشفاء. هذا يؤدي إلى حياة، أو دواء موجود في صيدلية أو في مذخر ممكن أن منتهي صلاحيته، الاكسباير مالته منتهيه، فبالتالي راح يمنحها للمريض، ممكن تؤدي الى نهايه حياته او سبب اعاقه في حياته او في جسمه. لكن مثل ما نعرف احنا وزاره الصحه وللامانه تتابع هذا الموضوع، خاصه بالنسبه للمداخل والصيدليات. انا حتى في يوم من الايام كنت امشي في منطقه، شفت احد الاخوان اللي انا عارفه بالصدفه منطقه طلع يشتغل في اللجان وزارة الصحة، وللأمانة شفتهم يفترون بالليل على الصيدليات وعلى العيادات الشعبية في منطقة، مو منطقة، المنطقة المغايرة. للأمانة يحسب لكم، لكن يحتاج للتجديد بعد. يعني نبتعد عن المجاملات، نجامل طبيب أو نجامل صيدلية أو نجامل عيادة أو نجامل مستشفى، فبالتالي احنا نجامل على حساب حياة الناس. على العموم موضوع كبير، وموضوع آخر مهم هو في داخل الوزارة هي الشركة العامة لتسويق الأدوية كيمادي. هاي الشركة لها مهام وفق برنامج وزارة حكومي بالبداية ومن ثم الوزاري. كيف يطبقون هذا البرنامج؟ هل كيمادي هي قادرة على توفير أدوية ذات مناشئ أصيلة ومطمئنة بالنسبة للمواطن؟ هل هي قادرة على أن تكون من الشركات المنافسة في المنطقة؟ كثير من الأسئلة راح نطرحها على ضيفنا العزيز ودائما يستجيب لنا لكل الدعوات، الدكتور زياد ناجي صادق، مدير قسم استيراد الأدوية في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك، أجمل تحية. فرصة سعيدة، رمضان كريم عليك وعلى مشاهدينك الكرام. تقبل الله أعمالكم. الله يحفظك، شكرا جزيلا. وأنا نعتذر جداك العصر. لا لا بالعكس أخ عزيز، تمام. الله يحفظكم دكتورنا. دكتورنا سبق وشرحنا كيمادية أو شركة عامة لتسويق الأدوية عملها، لكن ممكن الناس ما شاهدت هذه الحلقة. يا ريت مختصر بسيط ان شاء الله. تمام، الله يخليك. الشركه العامه لتسويق الادويه والمستلزمات الطبيه كيمادية هي احدى الشركات، في احنا طبعا نعتبر الشركه الوحيده في وزاره الصحه بالاضافه الى المديريات في الوزاره. عمل الشركه هو توفير الدواء امن وفعال للمريض العراقي. تتم عمليه التوفير عن طريق التعاون المسبق مع الدوائر المعنيه في الوزاره. احنا عملنا يبدا بعد استلامنا الكلف التخميني والاحتياج تجينا من دائرة الأمور الفنية في الوزارة، بعدين يتم تزويد هذه الدائرة بالاحتياجات الواردة من قبل المستشفيات في عموم العراق.
تجينا احنا هاي الكلف والاحتياجات الى شركتنا، تبدا عندنا العمليه الاستيراديه اللي هي عمليه اعداد العقود، قبلها يتضمن عمليه الاعلان عن هذه المواد حسب الكلف المعلنه، ثم بعد ذلك ندخل في عمليه التعاقد والدراسه. عفوا، الاعلان يصير لكل الشركات؟ الإعلان يتم عن الأدوية المطلوبة من قبل القائمة. عندنا احنا القائمة الأساسية كل سنة تتغير طبعا حسب المعطيات، الأدوية الحديثة تضاف، بعض الأحيان اكو أدوية يتم حذفها من قبل عندنا الهيئة الوطنية لانتقال الأدوية، هاي هي الهيئة في الوزارة المسؤولة عن وضع الخطوط العريضة للأدوية اللي يتم توفيرها لوزارة الصحة. فبعد عملية الإعلان ندخل بعملية دراسة لهذه الأدوية حسب العروض اللي ترد للشركات، ثم بعد ذلك ندخل احنا كأقسام استيرادية. احنا في الشركة أربع أقسام استيرادية: قسم استيراد الأدوية، قسم استيراد المستلزمات الطبية، قسم الاستيراد الهندسي، وقسم الأجهزة المختبرية. بس يعني هسه أسامة وقال بس أنتم هاي أدوية؟ لا لا لا، طب احنا الشركة العامة لتسويق الأدوية، يعني أنت لأن احنا مسؤولين عن توفير كافة المستلزمات الأدوية وصيانة الأجهزة والمختبرات في كل المستشفيات العراقيه. يعني يا ريت شويه تكون ملامح لكل قسم بصراحه. يعني حاضر حاضر. احنا القسم اللي انا معني به هو قسم استيراد الادويه، مختص بالادويه. عندنا قسم اخر قسم استيراد المستلزمات الطبيه، هذا يختص في كل المستلزمات الطبيه اللي تحتاجها المستشفيات في داخل المستشفيات. يعني من شنو شنو؟ القسم يعني شنو المستلزمات؟ كل ما يعني احنا قائمه المستلزمات الطبيه تصل تقريبا الى ما يصل الى 5000 الى 5500 ايتم. الوزاره يعني دؤوبه على توفير هذه الكميه الضخمه طبعا، بالاضافه الى قسم الاستيراد الهندسي اللي هو معني بالاجهزه الاجهزه الطبيه، وحتى من ضمن اعمالها اللي هو مساله الديلزه. طبعا كل هذا ضمن الاستيراد الهندسي. وعندنا قسم الديلزه المحاليل وكذا، الديلزه بالضبط الديلزه الدمويه وتوفير المحاليل، بالاضافه الى كافه الاجهزه الصحيه الكابيتال ديفايس، الاجهزه الكبيره والاجهزه الصغيره، هاي كلها احنا قسم الاستيراد الهندسي معني بها. القسم الرابع هو قسم التجهيزات المختبرية اللي هو معني بالأجهزة المختبرية، بالإضافة إلى الكتات والفحوصات في المستشفيات والمراكز الصحية. يعني أنتم هاي كلكم هذا الطابق الفوق؟ احنا كيماديا او الشركة العامة ثلاث طوابق. انا شفت طابق واحد. احنا في داخل الوزارة. بالاضافة عندنا احنا اقسام خارج الوزارة اللي هي المخازن. اللي هي والاضافة لقسم الاخراج الجمركي. احنا ومع ذلك احنا داخل الوزارة هماتين، يعني طبعا صراحة يعني هو مكان ضيق جدا، بس يعني نحاول نعمل بالمتوفر. على هذا الاقسام، على هذا العمل بصراحة عمل مجهد، يعني عمل جدا مضني ومجهد، بس طبعا هو لا شيء مقابل انه انت من توفر الخدمه الطبيه للمواطن والمريض العراقي. هذا كله انتم الاستيراد وكذا، شلون تعاون بعض الوزارات وياكم؟ يعني الحمد لله احنا الحمد لله طبعا، يعني هو متمثل داخليه طبعا طبعا التعاون طبعا هو يعني موجود ومستمر مع كافه الوزارات، ومتمثل بالسيد الوزير والسيد وزير الصحه المحترم. واثناء يعني احنا صراحه دائما من نواجه المشاكل بالعمل عن طريق سيد المدير، مدير عام شركه تسويق الادويه، بتواصل مع سيد الوزير دائما يحاولون انه يذللون هاي الصعوبات العواقب طبعا. والتنسيق مستمر طبعا مع كافه الوزارات. ممتاز. اكيد يعني انت دكتور لك اطلاع كامل بقضيه برنامج الحكم بشكل عام طبعا، وخاصه برنامجكم الوزاري اللي تابع لوزاره الصحه. يعني يعني تحسون شنو دوركم مثلا، او هل انتم موفقين الى الان بتنفيذ برنامج الوزاري التابع لبرنامج الحكم؟ اذا تذكر حضرتك احنا مثل ما اوضحت احنا كنا يعني يمكن السنه الماضيه كنا على مشارف نهايه البرنامج الحكومي نهايه ال 23 بالضبط. الحمد لله وشكر يعني خلصت سنه ال 23 كنا موفقين بها باذن الله تعالى، يعني التوفيقات من رب العالمين نقدر نقول هذا الشيء. الدليل الكلام مالتنا انه احنا الموازنه خلصت المخصصه لوزاره الصحه الكيماديه بالخصوص كانت ما تقارب التريليون و561، وجتها اكو يعني مبالغ اضافيه من مجلس الوزراء، بالاضافه الى المبالغ الخاصه بالبرنامج الحكومي للسرطان والقلب
ومبالغ اخرى، وصلنا الى 2 تريليون و71 فقط 23 فقط 23 2 تريليون و71 مليار، ومع ذلك اكو عقود ما يعني ما يعادل 100 عقد بقيمه 330 مليار لم يتم تمويلها، تم ترحيلها على السنه 24. نعم، واحنا صراحه راح نتطرق لهذا الموضوع انه احنا الموازن ما قاعد يعني نكملها ما قاعد تكفي. ليش ما تكفي؟ مو تدري احنا ضمن يعني اكو يعني شلون نقول اكو وزاره ماليه هي معنيه بهذا الموضوع، فصراحه احنا يعني ان شاء الله هو التنسيق مستمر وموجود بين وزاره الصحه ووزاره الماليه، بس يعني نحتاج دعم اكثر بهذا الموضوع لان التخصيصات صراحه ما قاعد تكفي كوزاره وككيماديا، نحتاج دعم اكثر ومبالغ اكثر. هسه نسمع المواطن يقول لك هاي 2 تريليون وكذا ويقول ما تكفي، يعني هذه السنه كامله يعني مو مقدر. طبعا 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 سنه كامله خلال السنه الماضيه اللي هي 23 واضح. من احنا من يعني خلصت السنه 23 واحنا قلت لك رحلنا يعني اكثر من 100 عقد استيرادي لسنه 24. احنا وحاليا احب يعني اقول لحضرتك همتين، احنا عندنا ما يقارب ال 133 مليار تم ارسالها يعني من قبل وزاره الماليه لغرض تمويلنا بها، بالاضافه ذن ل 330 اقول لحضرتك يعني ما يقارب 460 مليار دينار ثلث الموازنه المفروض راح ترصد انها هي هالسنه تريليون و600، احنا في اول ثلاث اشهر يعني ثلث الموازنه راحت فما راح تكفينا، فنحتاج الدعم من يعني صراحه في هذا الموضوع. جيد، نفذتوا ايش قد نسبه من البرنامج البرنامج الحكومي لسنه 23 طبق بالكامل الحمد لله واشكر 100%؟ 100% من ناحيه توفير الموازنه، من ناحيه توفير الادويه وصلنا نسبه 82%، احنا اول مره نوصل لنسبه توفير ادويه بهاي النسبه. والمبالغ قلت لك لان هاي ما وصلت لنسبه 100% لان موازنه ما كفت، انا لو موازنه كفت كان وصلت لل 100%. يعني قصدك 82% لان ما كفت الاموال. ما كفنت عندي الاموال، والدليل انه انا 100 عقد تم ترحيله سنه 24. شوف شلون؟ فبالتالي يعني ما راح اقدر اكمل البرنامج مالتي، بس انا كموازنه استنفذتها بالكامل، بالاضافه لاموال اخرى وصلت للشركه العامه بالتعاون مع طبعا مع الساده بمجلس الوزراء. دعمونا دعم حقيقي متمثل بالسيد رئيس مجلس الوزراء، وصلنا قلت لحضرتك 2 تريليون و71 مليار ولا زالت هناك 100 عقد تم ترحيلها على سنه 24 ما يعادل 330 مليار دينار عراقي. جيد، يعني اذا دكتور احنا نقول تقول انت اموال ما تكفي. بالضبط. زين، عندكم انتم يعني مستشفيات اهليه دا تاخذون عندها مبالغ؟ لا لا لا، او منافذ ماليه؟ لا، احنا كشركه العامه عامل يعني كوزاره دعش يعني كوزاره لا طبعا لا، الوزاره هي يعني موازنتها من الدوله العراقيه. ما لها علاقه بالشركه. شركتنا احنا تمويلنا من الوزاره. من التمويل اللي يجي للوزاره اللي هو المخصص من ضمن الموازنه الحكوميه اللي هو احنا نصح لها الموازنه الحاكمه. فاحنا ضمن هذا ماكو شيء اي شيء اهلي، لا طبعا يعني ماكو شركات اهليه ابدا، يعني هو كله الموضوع حكومي. زين، يعني احنا نعرف بين بعض الدوائر شو بدها تمول نفسها بنفسها. طبعا احنا دائره تمويل ذاتي، احنا الشركه العامه للتسويق الادوي، احنا تمويل ذاتي، احنا يعني اسرع دخلنا بالصحيح. احنا تمويل ذاتي. جيد، هو انا بدي اوصل. اي نعم، دائره تمويل ذاتي. اي نعم. بما معنى انا اتعاقد ويا شركه عندي نسبه منها. بالضبط، هذا الشيء هو هذا اللي يساعدكم. يعني طبعا شيء اكيد، لان احنا مساله الرواتب، الحوافز، الموازنه التشغيليه للشركه بهاي الاقسام اللي اقولها لحضرتك، بالمصاريف، المخازن اللي هي تمتد من شمال العراق الى جنوب العراق، العمليات اللوجستيه، عندنا احنا اسطول كامل من السيارات اللي تنقل الادويه داخل العراق، كلها موازنه تشغيليه رادلة. فطبعا انتم شركه عملاقه يعني بصراحه، يعني ان شاء الله يكون عند حسن ظن المواطن وعند حسن ظنكم. جيد، يعني وصلت الى مرحله ان يدخلون اصحاب
معامل خاصة. اي دخلت احنا الحمد لله وشكر يعني صار يعني شوف حضرتك الفرص الاستثمارية اللي قاعد تجي بالبلد. عندنا فرص استثمارية حاليا قاعد يتم تسهيلات حكومية كبيرة طبعا. الحمد لله وشكر. فيما يخص طبعا كيمادي وراح اكو بعدين اكو جانب اخر اللي هو اللي هو تعاقد التوطين بالضبط اللي هو التوطين. فيما يخص كيمادي احنا عندنا فرص استثمارية حاليا موجودة ودخلنا بشراكات تستحصل الموافقات الأصولية على هذا الموضوع. شنو الشراكات؟ شراكات يعني مع شركات الأدوية فرص استثمارية داخليا لو خارجيا؟ لا داخليا طبعا كلها داخليا. بعد استحصال الموافقات بطور استحصال هالموافقات طبعا احنا عندنا بالشركة العامة لتسويق الأدوية مجلس إدارة. هذا المجلس الإدارة هو اللي يدرس هاي الفرص الاستثمارية وياخذ استحصال الموافقات مع هيئة الاستثمار ومجلس الوزراء. بدون مجاملة دكتور يعني هل الشركات العراقية الداخل العراق رصينة إلى أن تروح تذهب باتجاه التعاقد اليوم؟ اكو شركات لا مو هي اكو شركات عراقية واكو شركات عالمية. لا بحكي على الداخل العراقي طبعا يعني احنا وانت خلي حضرتك يعني بالصورة الشركات احنا يعني اللي نتعامل معاها هي شركات مسجلة مسجله و و و واصيله ولها باع طويل بالسوق العراقي. هاي يعني خطوطها تشتغل من زمان. طبعا مو قلت لك هي اما على شكل انه راح نكون ندخل في شركات في مصانع ادويه او تحالي محاليل طبيه او يعني مستشفى. هنا هو اكو صراحه فرص استثماريه انا يعني يجوز ما اقدر انه اصرح بها لان بعدها هي في طور المناقشه وطور الاعداد يعني بعدها هي في طور هذا. جيت تحدثنا عن التوطين دكتور حتى ما دام الحديث. نعم السياق. نعم تدري حضرتك الصناعه الوطنيه وتوطين الصناعه الوطنيه احد مرتكزات البرنامج الحكومي. السنه الماضيه احنا تقريبا ابرمنا ما يعادل بالمصانع الوطنيه 720 عقد بقيمه 529 مليار دينار عراقي يعادل 30% من العقود اللي برمتها وزاره الصحه وهذا رقم طبعا كبير جدا. بالاضافه انه احنا اكو تواصل دائما مع السادة الشركات بهذا الخصوص. مجلس الوزراء قدم حزمة تسهيلات لهذه الشركات بالتالي دفع انه يكون هناك تقريبا ما يعادل 42 اجازة استثمارية لغرض انشاء مصانع أدوية ومستلزمات واعتقد هناك مصنع او شركة واحدة للأجهزة الطبية. هناك تقريبا ما يقارب 23 مصنع داخل العراق احنا في تعاقدات معهم. فهذا هاي الشركات ارتفع بعد هذه الحزمة وانقضاء هذه السنة ارتفع انتاجها بما يزيد 40% عن السنوات السابقة. فبالتالي هذا طبعا تدري مثل ما قلت لحضرتك هذا الدعم يعني التسهيلات انعكس الحمد لله شكر على الشركات وبالتالي على التعاقدات مع كيمادي. هذا من جانب العفو. من جانب آخر احنا هذا نحكي بالسنة الماضية بداية السنة هاي الجديدة قبل ايام اكو كان فد نقطه مضيئه طبعا انه صار عندنا معمل بايونير سيد وزير الصحه بصحبه الشركه السيد مدير عام شركه لتسويق الادويه ومدير عام دارة الامور الفنيه والكادر المتقدم بالوزاره افتتحوا خطوط انتاجيه جديده للمحاليل الطبيه في محافظه السليمانيه عائده للمصنع بايونير. مصنع بايونير من المصانع الرائده في العراق وفي تعامل في القطاع عراقي. طبعا في القطاع العام في القطاع الخاص. هذا المصنع كان سنة 22 تعاقداته مع وزارة الصحة. خلطك مثال بسيط أنا بتشوف أنه شون أثر مسألة التوطين والدعم الحكومي. سنة 22 كانت تعاقداتنا إحنا معهم 23 مليار. السنة الماضية ل 23 خلصت السنة احنا تعاقداتنا معهم وصلت ل 86 مليار. وهاي السنة بإذن الله تعالى سنة 24 يعني من المؤمل انه يضاعف هذا الرقم. لأن دخلت مواد جديدة وخطوط إنتاجية فبالتالي قاعد يزيد مسألة الحمد لله شكر الصناعة الوطنية والتوطين الصناعي. شنو البيئة المناسبة بغض النظر عن التسهيلات؟ البيئة المناسبة اللي خلتها وزارة الصحة أن يكون هو طريقة لكسب المستثمرين لكسب الشركات. انا حضرت مؤتمر عقد نخب الكفاءات قبل فتره يعني كان معالي الوزير موجود وسمعت الشيخ الدكتور همام كان موجود ايضا هو اللي قام الموضوع وصار الحديث عن قضيه الشركات وكانوا ممثلي الشركات حاضرين.
شنو اللي يخلي الشركات أن تذهب باتجاه الحكومة بالتعاقد يعني؟ اولا انت تعرف حضرتك كوزارة الصحة انت اول يعني هي الوزارة المعنية بتوفير الدواء والامن الغذائي الامن الدوائي العفو بالبلد، وهذا احد مرتكزات الامن الصحي من الدوائي بصورة عامة بالبلد. فبالتالي هاي الشركات من تشوف اكو تعاون تام من قبل الوزارة وتعامل بكامل الشفافية، ودائما احنا الاخوان الشركات مثل ما تفضلت حضرتك على تواصل مستمر مع السيد الوزير ومع السيد المدير عام شركة العامة للتسويق الأدوية، وده يشوفون انه التعاون وصل، انه احنا دائما اكو مواد جديدة هم قاعد يضيفوها، هاي قاعد ينضاف بالسلة الوطنية. فبالتالي الانتاج الأدوية الوطنية في تزايد مستمر، فبالتالي هذا صار حافز للاخوان بالشركات التقديم انه يطورون عملهم يطورون الشركات، بالتالي تزيد يعني تدري هي مسألة تجارية، هم شركات ربحية بالضبط، هم شركات ربحية، الناس يقدمون خدمة مقابل ثمن، فبالتالي هاي الدين عكس عليهم انه يزيد تعاقداتهم مع الوزارة، والوزارة في حاجة للأدوية اللي هم قاعدين ينتجوها، مقابل هذا الشيء أدويتهم رصينة لأن يتم فحصها في المختبرات العائدة لوزارة الصحة، مختبر البحوث الرقابة والبحوث الدوائية، فبالتالي الحمد لله وشكر يعني يثبتون نجاحهم سنة بعد سنة. اقتصاديا دكتور، اقتصاديا هذا إلى يعني مردود اقتصادي جدا، يعني بالإضافة أنه مسألة نقول دائما حتى السيد رئيس الوزراء يقول أنه أنت دا تحتفظ بالعملة الصعبة داخل البلد سمع. فبالتالي أنت دا زايد يصير عندك أيد عاملة زائدة، دا يصير عندك مردود مالي داخل العراق، دا زايد أنت فرصك الإنتاجية الصحية، دا تقدم أنت خدمة صحية مضافة للمواطن العراقي، وبالتالي أنت تكون أنت مؤتمن على الناس اللي قاعد تشتغل وياهم. شبيهة بالشركات العالمية طبعا نفس طريقة العمل. السعر، الأسعار لها طبعا مدعومة لأن أنت لأن هاي التسهيلات اللي قدمتها الشركة قدمتها المجلس الوزراء قدمها للإخوان بالشركات، هذا انعكس على الأسعار. حتى الأسعار إذا حضرتك يعني أنا يعني صيدلاني وصاحب صيدلية، الأسعار المعامل الوطنية أو الشركات الوطنية تكون مدعومة، أسعارها أنسب من الشركات العالمية بحكم أنه هو منتج داخل العراق ما يحتاج مثلا مسألة الجمرك، مسألة النقل، هذه الأسعار إشارات كلها ما موجودة. بالمقابل أكو الحمد لله أشكر أكتيفيتي للأدوية وفعالية مرصودة بهذا الموضوع. أحسنت دكتور، تحدثت لنا عن الأدوية وهي كلش مهمة. نعم، شركات إنتاج وهاي الوزارة تسعى باتجاه تقديم أفضل الخدمات باتجاه طبعًا الأدوية، لكن من يسيطر على الصيدليات على المداخل؟ حدثنا في البداية عن الموضوع، أشرنا بشكل عام. نعم، من يسيطر؟ يعني هذا موضوع كبير حضرتك، يعني تتداخل به وزارة الصحة مع وزارة الداخلية بالإضافة للجهات الأمنية ونقابة الصيادلة طبعا هي العضو الفاعل بهذا الموضوع، بالإضافة للوعي اللي هو نقول عند المواطن نفسه. فهاي الجهات كلها شيء اكيد لها يعني دور مجتمعيا انه مساله حمايه الدواء والسوق الدوائي. جيد، يعني هسه انا اذا اروح عن مثلا صيدليه معينه القى السعر، ذكر تحدثنا اي نعم احنا تحدثنا سابقا اذا تذكر حضرتك انه كان اكو مشروع والحمد لله اشكره هو مستمر ودينمو اللي هو هذا كودي ابلكيشن تطبيق بالهواتف الذكيه قلنا اللي هو يثبت عليه مسألة كافة المعلومات الصيدلانية على الدواء المستورد طبعا بصورة نظامية، لأن تدري حضرتك احنا تكلمنا سابقا كانت اكو أدوية قاعدة تدخل البلد عن طريق التهريب، هاي تم محاربتها على كافة الأصعدة وجدا جدا اكو نسبية عالية سابقا الحمد لله شكرا هسه هاي النسبة جدا جدا صارت ضئيلة، قضيتوا عليها باذن الله تعالى الحمد لله. والدليل انه احنا اغلب ادويتنا يعني ما يقارب يمكن اذا اكون يعني 90 الى 95% احنا حاليا من ادويتنا اللي هي قاعد تجينا بالصيدليات اللي هي ادويه مفحوصه وادويه قاعد تدخل بطريقه نظاميه، تم محاربه كافه الادويه اللي قاعد كانت تصل عن طريق التهريب، هاي كلها لا تدري ان كان مهربه او كان عند الصيدليات والمداخل.
طبعا، لان انت هي دائره يعني التفتيش من قبل الجهات الرقابيه كافه بدون ذكرهم، هاي الجهات التفتيش على المكاتب العلميه والمذاخر والصيدليات، فبالتالي بالاضافه الى انه اكو مراقبه قويه من قبل المنافذ الحدوديه، فبالتالي انت سيطرت على كافه المفاصل اللي لها علاقه بالدواء. صح. فهذا ادى انه مساله الادويه المهربه تقل بشكل كبير جدا الحمد لله. فنرجع على الموضوع انه بالتالي انه اني دا اوصل انه احاول انه قلنا سابقا سنه على سنه انه انت توفر الدواء البديل اللي قاعد ينقطع، وبالتالي انه اني قاعد اوصل دواء فعال وامين للمواطن. راح نلقى عليه انه الادويه اغلبها هسه بالسوق الخاص القطاع الخاص اكو عليه استيكرات، هذا الاستيكرات عليه قلنا كافه المعلومات الصيدلانيه من سعر من اسم الدواء تركيزه التاريخ النفاذيه وتاريخ الصنع مالته، واكو ابلكيشن نزلت الوزاره بالتعاون مع نقابه الصيادله اسم الابلكيشن كوديا، قلنا انه يعني اي مواطن يقدر عن طريق الهاتف النقال مالته انه يدخل على يفتح الابلكيشن يصير مثل الكيو ار كود، هو يخلي الكاميرا مالته على الكود هذا راح تطلع له كافه المعلومات وراح يشوف انه مطابقه للمعلومات الموجوده على الدواء، فبالتالي انه راح يطمئن انه هذا الدواء يعني امن وفعال. واذا مخالف؟ اذا مخالف هذا يعني اكيد هذا مهرب، يعني يشتكي؟ ممكن اكو جوا بالابلكيشن خانه انه الشكوى تقديم شكوى مباشره اونلاين يشرح بها المواطن الحاله اللي رصدها ويتم التبليغ مباشره راح يوصل للوزاره. دكتور تفعل هذا الموضوع يعني؟ تفعل موجود طبعا موجود، يعني المواطنين بداوا يكتبون بداوا يواصلون يعني هو مساله بدا يكتبون، يعني انا مثلا قلت لك من خلال المتابعه انا صيدليتي الخاصه يعني الناس من تجي قامت تسال يقول اريد انه العليا الاستيكر، يعني صارت الحمد لله اكو يعني ثقافه دوائيه بهذا الموضوع، يعني بعد انه شلون دور الوزاره وطبعا حضراتكم والاعلام جانب مهم بهذا الموضوع، فالمواطن قام يعرف انه اكو ادويه انه عليها استيكر، عليها انه لازم يكون هذا الاستيكر هو يعني الطريق الامان انه يقدر يثق بالدواء. دكتور اعتقد انتم من ضمن قضيه التوطين وقضيه اعمالكم في الشركه دعم مرضى القلب؟ طبعا احنا احد الـ نقول مرتكزات البرنامج الحكومي هو دعم مرضى القلب ودعم مرضى السرطان. طبعا بالاضافه الى الديلز احنا تكلمنا على التوطين، نتكلم هسه على دعم امراض القلب. السنه اللي الماضيه 23 واحنا هاي السنه طبعا يعني سنه جديده باحتياج جديد بدعم جديد باذن الله تعالى من الدوله العراقيه، صار اكو دعم لمراكز القلب لاول مره، يصير اكو موازنه لكل مراكز القلب بالعراق. قبل كان موازنه المركز من ضمن الدائره الصحيه، واضح هسه المراكز القلب التخصصيه لكل مركز تم رصد مبلغ معين لها بناء على تدري حضرتك الكادر والعمليات المتخصصه داخل كل مركز، هذا ادى انه الحمد لله شكر اكو فد عمليات نوعيه اذا جنابكم تتابعوا اكو عمليات نوعيه قامت تصير داخل المراكز خاصه في ذي قار بالضبط، ذي قار والنجف وابن البيطار. انا على تواصل مع الدكتور عقيل الخفاجي. نعم بالضبط، مدير قسم مدير مركز القلب. نعم طبعا هذا الرجل امانه يعني امانه اتحدث امام الشاشه، يعني نعم احد اقربائي اتصل بي قال لي اتصل بك دكتور عقلي، انا عارفه يعني نعم لنا صله علاقه بي كعائله. نعم قال لي انت ليش بصير مدير صحه ذي قار؟ صح كونه خبره كذا، قلت لا انا عندي مشروع. هو بالضبط هو يشوف نفسه بهذا المكان راح يقدم خبره يقدم خدمه اكثر. يعني يقول انا عندي مشروع لمرضى القلب، انا ليش اخلي العراقي يروح برا؟ بالفعل او اكو ناس بتموت. هاي شلون نقول النقطه الرئيسيه اللي هي عند الوزاره وعند الاخوان مدراء المراكز القلب، كان قبل طبعا سابقا هوايه من المرضى العراقيين يسافرون دول الجوار. صحيح تعرف حضرتك يعني ايران تركيا لبنان، هسه الحمد لله خصوصا في موضوع القلب يعني نادرا احنا يمكن فرع او فرعين اللي هو خلينا نقول والوزاره والاخوان دي يعملون عليه كافه التخصصات القلب جراحه القلب المفتوح والقسطره كلها متوفر داخل مراكز القلب، فبالتالي هذا انعكس انه الخدمه الطبيه قاعد بموضوع القلب قاعد الحمد لله شكر قاعد ترتقي يوم بعد يوم حتى وصلنا هذا المرحله المتطوره
الحمد لله شكرا. تحياتنا لكل مدراء المراكز القلب. تحية خاصة للجميع. بصراحة اكو جهد جبار بالفعل، خاصة وتماس مباشر طبعا، يعني ما بيها مجال ابدا ابدا. تدري حضرتك موضوع القلب القلب موضوع مباشر بالفعل. احنا طبعا كيماديا وفرنا مثل ما قلت لك حضرتك بالاضافة للبرنامج الحكومي، احنا عمليات الاستيراد الاجهزة الأجهزة القسطرة وفرناها ما يقارب يعني 19 جهاز قسطرة، بالإضافة إلى 33 بالإضافة إلى ضمان وصيانة 33 جهاز قسطرة حاليا قيد الدراسة والإعلان. تدري جنابك يعني إحنا موضوع الأجهزة موضوع كلش كبير، فإحنا أحد التخصصات اللي هي تقول لحضرتك أجهزة القسطرة، بالإضافة إلى الأجهزة الصغيرة الأخرى اللي لها علاقة اللي هي الأجهزة إحنا نصحها لها الأمراي السيتي الأجهزة السونار، كل الأجهزة الأخرى هي متوفرة. لا إحنا هذا البتسكار راح نتكلم عليه، هذا في أجهزة دعم مرضى السرطان. أي هذا القلب. لا ده احكي على الشكل العام. احنا طبعا عام قلت لحضرتك قبل شوي، احنا عندنا قسم الاستيراد الهندسي قسم جدا ضخم وعليه يعني مهام واجبات كلش كلش كبيره. نعم نعم. دكتور زياد على شيء يعني بصراحه اتمنى كل امراض القلب تاخذون يعني جهد خاص. هو من ضمن الاولويات الوزاره وكيماديا هو دعم مرضى القلب، دعم مرضى السرطان مثل ما قلت لحضرتك قبل شوي، بالاضافه الى الديلزه وامراض الكلى. لان انا اتمنى يكون كل محافظه في اقل شيء في المركزين متوفره يعني قلت لك اياها، يعني تقريبا يعني في كل محافظه اكو مركز قلب، واذا في المحافظه ما بيها فراح يكون في المستشفى لا اكو المحافظه اللي قريبه عليها يكون لها يعني تابع لها، يعني ما عندنا مشكله ابدا في مراكز القلب. الحمد لله اشكر منتشره من شمال العراق الى جنوبه، والحمد لله اشكر قلت لك اياها الاخوان مراكز القلب دي يشتغلون بكامل الفعاليه والاخلاص، وطبعا هذا دعم من قبل الوزاره والشركه العامه للسوق الادوية. بصراحه دكتور الامانه تشوف الحالات يعني مستشفيات الاهليه يسوي لك اياها تشخيصيه يمكن 1.5 مليون اتوقع. نعم نعم المستشفيات اعتقد، واذا لقى شريان يعني خطيه صح راح يدمر للمريض، يفتح له بالون وكذا وتطلع في المبلغ خيال. صح هذا المواطن وين يروح؟ اضطر ان يعني يستدان او كذا. صح. فلو كانت الحكومه موفره بهكذا مثل ما تفضلت حضرتك تقول كل محافظه ساعدنا موجوده ماكو في المحافظه، فهذا شيء جميل يعني. لا الحمد لله اشكر لك، خصوصا موضوع القسطره الحمد لله اشكر، يعني المراكز القلب يعني اخذت ب يعني شوط كلش طويل الحمد لله اشكر. ممتاز. نجي على دعم مرضى السرطان، وهذا دعم مرضى السرطان أهم طبعا الأهم. طبعا هذا اولويه قصوى. صح. بالوزاره يعني هم سبحان الله قبل ايام وزاره الصحه وقعت اتفاقيه مع شركه استرازينيكا العالميه. مجلس السرطان في وزاره الصحه وقع اتفاقيه مع شركه استرازينيكا العالميه لغرض تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الصحيه والطبيه. هذا طبعا تعرف حضرتك راح يساهم بتقليل معاناه مرضى السرطان. احنا مساله مرضى السرطان عندنا دعم خاص لهم، بالإضافة أنه لهم ضمن البرنامج الحكومي موازنة خاصة، بالإضافة إلى الموازنة الحاكمة أكو موازنة خاصة ما يقارب 154 مليار دينار كانت. ما تكفي يعني لا مو هو اللي أقول حضرتك، هذا ضمن البرنامج الحكومي إضافة. بالإضافة أنه أنت موجود، إحنا ضمن الموازنة الحاكمة اللي قلت لحضرتك قبل شوي اللي هو كان تريليون و651 وصلنا بعدين نهاية السنة إلى 2 تريليون كموازنة عامة لوزارة الصحة والكيمادية، فهالمبالغ كلها مرصودة لمرضى السرطان راح يدخل من ضمنها اللي هي مثل يعني هذا يشمل طبعا تدري حضرتك الخدمة تشمل أدوية وأجهزة بالإضافة للمستلزمات والمختبرية. وفرنا لهم أجهزة بيتسكان، إحنا يعني دخل أول مرة مدينة الطب تنصب جهاز بيتسكان لغرض الفحص المتقدم لمرضى السرطان حاليا. نعم هذا تم في مركز الأورام. لا في مدينة الطب. نعم إيه؟ مستشفى الأمل. أمل إيه؟ نعم. بالإضافة إلى هنا حاليا ثلاث أجهزة في ميسان والبصرة، وميسان والبصرة أو بعد محافظة ثالثة ثلاث أجهزة قيد النصب.
فبذلك حيكون بالبصره موجود بالبصره قبل داره، يمكن اعتقد داره الموانئ او هيك شيء. اتذكر ثلاثه هم قيد النصب، ثلاث لا اكو اجهزه، انا اتذكر في محطه البصره اكو اجهزه موجوده. ربما انت حضرتك تقول بالقطاع الخاص بس لا لا بالعام، بالعام هو دخلت العام، دخلت هي قيد النصب المفروض هسه هي يعني اشتغلت، كان اكو يعني جهاز في قلت مثل ما قلت لحضرتك البصره وميسان ودائره ثالثه بالاضافه الى مستشفى الامل، صار عندنا اربع اجهزه بيت سكان، بالاضافه انه احنا عندنا اجهزه تخصصيه بموضوع الاجهزه اللي هو معجلات الخطيه، خمس معجلات خطيه بخمس محافظات، بالاضافه الى جهاز تم افتتاحه مستشفى العطاء في مدينه الصدر، جهازين مستشفى الكرخ، جهاز مستشفى الامل، جهاز في النجف الاشرف، وجهاز في مدينه الطب. هاي المعجلات الخطيه اشعاعيه طبعا، هاي يعني علاج، فهاي كلها تساهم بعلاج مرضى السرطان. بالنسبه للادويه مالت تعرف الادويه ما على الكيمياوي اي يعني يحتاج ادويه، وهاي الادويه غاليه جدا. برام تقريبا ما يعادل 200 عقد السنه الماضيه فيما يخص الادويه السرطان فقط، يعني رقم كلش كبير. وتدري حضرتك الادويه غاليه الثمن، يعني احنا يعني تداخل حتى مبلغ كبير لنوفره احنا، لان تدري حضرتك الادويه السرطانيه عفاكم الله وعفى الاخوان المشاهدين غاليه الثمن جدا، فبالتالي هذا وزاره الصحه ماخذه على عاتقها توفير هذه الادويه بالمجان عن طريق الموازنه، فبالتالي من قاعد يتم توفير الحمد لله وشكر. يعني قلت لك احنا ما وصلنا ما فينا خص توفير ادويه سرطانيه وصلنا نسبه 85 الى 90%، هاي نسبه كلش كبيره الحمد لله وشكر من توفير الادويه السرطانيه. جيد دكتور، حتى نستثمر الوقت لان نعم. بدا الوقت نعم ما بقالنا الا خمس ست دقائق تقريبا. نعم تفضل. وايضا اذكرك حريه الحديث حول طلقت قبل فتره مشروع لاداره المستشفيات. اي نعم بالفعل. وشفت مؤتمر صحفي يمكن. اي نعم بالفعل، وزاره الصحه قبل فتره عقدت اجتماع مع احدى الشركات الايطاليه، تم تشغيل مستشفى النجف التعليمي بواقع 400 سرير. هو هذا المشروع طموح من ضمن ست مستشفيات داخل العراق، اول تجربه احنا رائده لتوفير خدمه طبيه راح تساهم بعمليه تشغيل واداره وصيانه الاجهزه داخل هذه المستشفيات. اول مره احنا عندنا بالعراق هاي الخدمه، شيء اكيد يعني هاي احد الخدمات الطبيه الجديده والرائده لرفع المستوى الرعايه الصحيه داخل البلد. يعني شنو الدكتور يعني هم ايش راح يسوون؟ يجيبون كادر من يومهم؟ هو يعني صراحه يعني هو عمليه تشغيل مثل ما قلت لك حضرتك وصيانه. شو يعني بالتشغيل؟ تشغيل يعني تدري انت حضرتك داخل المستشفى اكو تبريد، اكو صيانه الاجهزه، صيانه الاجهزه الطبيه، صيانه الاجهزه الخدميه، توفير الطعام، هذا كله راح يكون من ضمن العقد مع هذه المستشفيات، العفو مع هذه الشركات. فهي دخلت بالخدمه حاليا مستشفى النجف التعليمي وتم توقيع العقد كاول مرحله، مو بدا المرحله عبرته طبعا جيد. تم التوقيع وراح يتم المباشره من اصل ست مستشفيات الحمد لله، يعني تم توزيعها على محافظات العراق باذن الله تعالى، فنامل انه هذا همتين طبعا راح يكون اضافه للخدمه جيد. الصحيه المقدمه مبدئيا انتم راضين على عملهم دكتور؟ مبدئيا خلال ما يعني شاهدتم يعني من ضمن التصريحات والمؤتمرات اللي صارت سيد الوزير الصحه مع هاي الشركات الايطاليه وصلت انه التعاون، انه تم تغيير الوثائق القياسيه في داخل الوزاره بالتعاون مع وزاره التخطيط العراقيه، لان احنا قلت لك تجربه جديده ورائده، فبالتالي تم تقديم كافه التسهيلات في سبيل انه تدخل هاي الشركه والشركات المماثله، لان نريد نقدم خدمه جديده متطوره للمواطن. يعني راح نشوف مثلا مستشفى النجف في قادم الايام باذن الله راح تشوف يختلف تماما باذن الله طبعا مليون بالميه يعني، لان هاي نقله نوعيه للمستشفى نمط اوروبي يعني اللي هو النمط العالمي وليس الاوروبي فقط يعني نمط يعني عالمي بشكل عام نعم صح. نمط عالمي هذا راح يكون راح تشوف باذن الله تعالى راح ينعكس، وبالتالي شيء اكيد من انت تجربه راح تنجح راح تكون راح تتعمم راح بالتالي راح ينعكس على المواطن العراقي والخدمه الصحيه المقدمه له باذن الله تعالى. جيد.
تعاونكم وين المستشفيات الاهليه دكتور؟ انتم ككيمادية لكم تعاون؟ لا احنا بالنسبه ككيمادية لا احنا ما عندنا تعاون ويا المستشفيات الاهليه، لان احنا يعني احنا عملنا مع المستشفيات الحكوميه، احنا يعني احنا كون احنا دا نشتغل داخل وزاره الصحه فتعاملنا مباشر مع المستشفيات في داخل وزاره الصحه والمراكز الصحيه العامله بالوزاره. في في الضمان، ضمان الصحي، ضمان الصحي شو لكم علاقتكم راح تصيرون بالضمان الصحي؟ شو كوزاره دخلت تدري من مساله الضمان والتامين الصحي، كان اقول نهايه السنه الماضيه هو انطلق المشروع شهر 11 بالضبط، كان ما يعادل حتى تقول حتى لا انت متابع ما شاء الله عليك متابع ما شاء الله احاول تعيد لكم شرفنا على راسنا الله يخليك. كان التيست الفئه الاولى تقريبا معادله 300 الف موظف من مختلف الوزارات، وهاي ان شاء الله باذن الله تعالى هاي السنه باذن الله تعالى سنه ال 24 المفروض راح يزيد العدد وراح يتوسع، اللي هي مساله التامين الصحي راح يكون مع المستشفيات مع القطاع الخاص مع الصيدليات مع الاطباء في سبيل انه تامين ويكون الخدمه الصحيه يعني مناسبه للمواطن العراقي. بالتجرد بغض النظر عن دكتور زياد هو مدير قسم في وزاره الصحه، نعم ايش تتوقع هذا النظام الصحي الجديد اللي هي مثلا الضمان الصحي مثلا ناجح؟ طبعا حقق لك شيء دكتور حازم؟ امانه انا راح احكي كصيدلاني وليس وليس كموظف في وزاره الصحه. صح. انت حضرتك اذا تشوف الانظمه دائما الانظمه الصحيه العالميه المتطوره راح تشوف تطورها هو انه راح تكون اكو تامين صحي. صح. لان انت تعرف حضرتك لازم اكو يعني مقابل كل خدمه لازم اكو يعني ماده قاعد يعني او ماده قاعد تندفع. صح. فانت من بالتالي هذا راح ينعكس على على الخدمه الصحيه المقدمه. يعني انت شوف قلت انت حضرتك قبل شوي قلت النمط الاوروبي او النمط الامريكي او دول الخليج المحيطه دار مدارنا كلها مساله التامين الصحي موجوده. فبالتالي هذا كل ما راح يكون موجود راح يرتقي بالمستوى وبالخدمه الصحيه الافضل طبعا باذن الله تعالى. تمام. وايضا هي عمليه انتشال الفقير طبعا هو يعني هو اصلا انا مشكور على اضافه حضرتك. هي اول نقطه هي مساله الدعم هاي الشرائح الشرائح طبعا اللي هي الارامل الفقراء الطبقه المتوسطه مليون بالمئه هذا هي اول استهداف لهاي الطبقه بالاضافه صح. للناس اللي هو الموظفين والقطاع العام. احسنتم وشكرا جزيلا لكل الدكتور زياد. اشكرك. ناجي صادق مدير قسم استيراد الادويه في الشركه العامه للتسويق الادويه. شكرا دكتور كيمادي. شكرا لحضرتك. الله يحفظكم. فرصه سعيده. قبل الله صيامكم مره اخرى. منا ومنكم ان شاء الله. من الدعاء. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبلت حياه كادر البرنامج ونلتقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعه الرابعه عصرا. وتقبلوا تحياتنا معدوم مقدم برنامج حازم الحربي. في امان الله وحفظه.